يا حبيبي، وسع لي الاستاذ. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، منورين النيابه. الاستاذ عبد الحميد الراجل الطيب وابنه الشاب الطيب. سعاده الباشا معالي الوزير مستني وصولك. الاستاذ عبد الحميد جاي مخصوص عشان يقابل حضرتك. نعم، ازاي تدي نفسك الحق تقول حاجه انا ما قلتهاش؟ وسع ايدي، ما يصحش كده يا استاذ. روح اقف جنب الوزير بتاعك. مين قال ان انا جاي عشانه؟ اتفضل يا استاذ عبد الحميد. حضرتك كمال؟ كمال ابو العزم الكاتب الكبير. كمال ابو العزم الصحفي. للاسف يعني ما كنتش متصور ان انا هقابل حضرتك وانا بقرا لك من زمان ومعجب بافكارك، اقابلك في النيابه وان ابنك يعمل اللي عمله. الحقيقه احنا مقدرين جدا انفعالك واحنا اسفين. استاذ كمال اتكلم عن نفسك، ده جاي يتخانق. ابنك ده سيادة الوزير السابق مش كده؟ وده اكيد ابنك يا كمال بيه. وانت اكيد ابو الولد الثالث اللي اعتدوا على ابني. انا عايز اسالكوا سؤال. سؤال؟ الخوجة فاكرنا تلامذة عنده. معلش اسمح لي اساله. لو ابن حضرتك او ابن حضرتك او ابن حضرتك هو اللي حصل له اللي حصل لابني، اي حد فيكو كان هيقبل كلمة اعتذار او اسف؟ اللي حصل لابني اكبر بكتير من كلمة اسف اللي حضرتك مش عايز تقولها. دم الضنا اغلى بكتير من كلمة اسف. وانا اسف يا باشوات، انا دلوقتي مفيش بيني وبينكو غير القانون. احمد عبد الحميد، خالد كمال ابو العزم، اشرف شكري، شفيق العطر. ايه يا احمد وقفت ليه؟ خش. اتفضل السلاح يا استاذ محمد. ان شاء الله يا سريع. تعال دكتور جنبي هنا. تعال. ان شاء الله. أكيد هستريح. اقعد. متشكر. بقول لك اقعد. استريح. هما يقفوا عشان متهمين. إنما أنت مش متهم. أنت صاحب حق. وإحنا من واجبنا إن إحنا نديك حقك ولازم تاخد حقك ده وأنت مستريح. اتفضل. شكرا. هما دول اللي اعتدوا عليك؟ أيوه. هما بينكروا. انتوا ما اتخانقتوش معايا؟ احنا ما شفناكش. انا ما شفتوش. وانت كمان ما شفتنيش؟ انا شفتك بس انا ما فيش بيني وبينك حاجه. ولا انت طبعا صح؟ يا فندم في شهود، في شاهده عارفه اللي حصل. نجار زميلتك حضرتك ممكن تسألها، هي شافت كل حاجة. هي جات وشهدت يا أحمد، قالت على كل اللي حصل. أمال إحنا استدعينا البهوات ليه؟ هي اللي قالت لنا عليهم. طب يا أحمد أنت ممكن تفضل دلوقتي. شكرا. أنتوا إيه حكايتكم بقى؟ إيه يا أحمد؟ خد أخوالك؟ يلا يا دكتور. نجار بنت فؤاد نصار؟ بالظبط يا باشا، هي الشاهد الوحيد. مفيش حد غيرها شاهد؟ لا مفيش. يبقى مفيش شهود. ازاي يا باشا؟ زي ما بقولك كده، الحكايه خلصت خلاص. انت بس شوف الراجل اللي جوه ده هيعمل ايه مع الولاد، وكفايه قاعده هنا بقى. حضرتك ممكن تتفضل واحنا نتصرف. اتفضل فين؟ اروح واسيب الواد هنا؟ الراجل ده تطلع في دماغه يدخله الحجز مع المجرمين؟ ما اظنش انه يدخله الحجز يا باشا. لا اظن، دخل ابوه من قبله. انا مش تايه عن عمر طبار، اللي فاكر لسه ان جده حسن طبار اللي حارب الفرنساويين. ما هي دي حقيقه شكري بيه. ها
هيئة ايه؟ جده بطل حارب الفرنسيين في المنزلة. جده بطل قومي بجد. يا اخي جده طبار، لكن احنا مش نابليون ولا كليبر. بدل ما تدخل ودانه بالكلمتين اللي ينفعوا عنوان مقال في الجورنال، ادخل قول له ما يضيعش مستقبل الولاد، دول كلامزة. ولا الخوجة ياخد ابنه ويروح واحنا نقعد هنا الناس تتفرج علينا. عندك حق يا شكري بيه. ميرسي مدام. قوليله بابا خالد عامل ايه دلوقتي؟ يا جماعه طمنوني، انا دخت السبع دخات من صباحيه ربنا. مفيش يا حبيبي، اخوك بخير. وبعدين ايه اللي جابك؟ مش مامتك قالت لك خليكي في البيت؟ اقعدي. ايه احنا لسه هنقعد؟ انا عندي ميعاد مهم ولازم امشي دلوقتي. ما تخشي للنائب تقول له اي حاجه، ناخد الولاد ونروح. ايه هو حبسهم؟ ربنا يستر. ممكن بابا، بابا ارجوك عشان خاطري، عشان خاطري حضرتك ما يخلصكش ان خالد يتحبس. يا حبيبتي انا ماليش في امور المحايله دي. يا اخي مش محايله، هو هيفرج عنهم بضمان ابهاتهم. يا اخي احنا مش شويه، انا بس مش عايز ادخل له تاني يوقفني قدامه، عيب كده. هدخل اقول له ايه؟ مش فاهم انا. قول له ان الولاد عندهم جامعه بكره الصبح، يمكن يقدر الظروف. انا مقدر موقف حضرتك يا استاذ كمال، انما الحقيقه انا مش قادر اتصور ان هم طلبه في جامعه. هي دي الحقيقه سعاده المستشار. هنعمل ايه؟ امرنا لله. يبقى ما بيروحوش الجامعه. ما هو ما فيش طلبه جامعه يتصرفوا بالشكل ده. يعني اكيد سعادتك مقدر ان دول شباب وان سن الشباب بيبقى فيه طيش وتهور. ده استهتار يا استاذ كمال، استهتار بارواح الناس. عندك حق، انا سايب المساله كلها لتقدير جنابك، بس انا ليا طلب، هو بالاحرى رجاء. يا ريت حضرتك ما تبيتنيش في سرايا النيابه مع شكري عبد الرؤوف، لانه ما ينفعش. غريبه، المدهش ان ابن حضرتك رايه غير كده. يفرج عن المتهمين على ذمة القضية من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم. شفت بقى، لا يصح الا صحيح زي ابو حميد، وحقك هتاخده تالت ومتلت زي ما بيقولوا. وايه بالقانون كده نبقى ناس محترمين ومتحضرين. شفتوا المستشار عمر طبار راجل بجد. ما بتردش عليا ليه؟ سامعني؟ سامع حضرتك يا بابا. ما ضاع حق وراءه مطالب. المهم ندور على الطريقة المناسبة اللي نطالب بيها بحقنا، مش نروح نتخانق. بس بقى القضية كده ممكن تاخد سنة واتنين وتلاتة وعشرة. ليه يا ابني؟ المسألة واضحة وبسيطة، وحتى لو طولت يا سيدي احنا وراه، وحقك هيوصل لك في الآخر. سامعني يا دكتور؟ سامع حضرتك. ومن سوء حظهم ان المستشار عمر طبار هو اللي كان بيحقق في قضيه شكري عبد الرؤوف الشهيره اللي طلع بيها من الوزاره. الحمد لله. يلا بينا بابا. هطلب من حضرتك طلب. اطلب يا ابني. ما تتصالحش. اصطلح. بس انا بصراحه شايفهم كده بيحاولوا يخلوا حضرتك تتصالح. انت ما شفتنيش ولا بطردهم من هنا بعربيتهم. اسأل الدكتور. بصراحة يا أحمد بابا عمل اللي مش أي حد يقدر يعمله، ده تقريبا طردهم. أحمد عاوزك تفهم حاجة واحدة، لو مال الدنيا كلها ما يكفنيش في جرح زي جرحك أو حتى إيد تتمد عليك. على إذنكم. معلش يا دكتور، دايما شغلينك معانا. معلش علي يا عمي، احمد ده اخ اصغر ليا، وحضرتك طبعا في مقام، انا مش عايز اقول والدي عشان ما بقاش بكبر حضرتك. طبعا انا في مقام والدك فعلا. قول اللي يعجبك. هو بعد اذن حضرتك انا كنت عايز اقول حاجه تانية خالص. نطلع فوق وتقول اللي انت عايزه. معلش يا عمي عشان يا دوب اروح، انا بس عايز استاذن حضرتك ان يعني لو في مجال ان انا والوالد واخواتي نشرب مع حضرتك القهوه. شربات ايه؟ تنحت كده ليه؟ انا الحقيقه مش عارف اقول لحضرتك ايه. تقولي متشكر،
متشكر واحدة، ألف شكر يا عمي، ربنا يخليك لينا وما يخرجش منك أبدا. الله يخليك، معلش تعبناك معانا. يا نهار أبيض يا عمي، تحترم لحضرتك. بأمان الله. الله يخليك يا عمي. ضيعتوا عياله خوجة العربي، لا دي لأشرف ولا لسه هيقف مع ابن كمال أبو العزم. تعالى باباك عايزك، وسع حبيبي وسع. اطمن يا كمال بيه، هطلع لك ابنك منها. ماشي. ما تركب يا اشرف بيه. مبسوط يا استاذ؟ متكيف؟ ما بقاش غير شكري عبد الرؤوف اللي يقول لي اطمن هطلع لك ابنك منها. حطيت راسي جنب راسه، بينا جنب بعض. سمعتي؟ معلش يا بابا معلش. بابا احنا محتاجين نقعد مع حضرتك شويه، وخالد بالذات محتاج ده. انا اللي محتاج اقعد معاك ولازم اقعد معاك. خلاص نازم حضرتك بكره. تعزميني؟ تعزميني فين؟ شقتنا يا بابا. يا بابا عشان خاطري وحياة سمية بنتك حبيبتك ما تقول لا. ما ينفعش ما ينفعش، دي شقة امك، شقة نجوى مش شقتي. شقتكوا تبقى شقتي، هو ده بيتكوا ولا عندك مانع؟ لا يا بابا ولا مانع ولا حاجة، بس يمكن عشان حضرتك مشغول دايما. خلاص مش هنشغل تاني، بطلت انشغل عنكم. انا عندي سفرية 3 ايام، بعدها هرجع وهبقى فاضلكم. سامعني يا استاذ؟ حاضر يا بابا. بابا ممكن نركب مع حضرتك؟ عشان ماما خدت عربيتها ومشيت وسابتنا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اركبي طبعا، هو دي محتاجه استئذان؟ اتفضلي. اتفضلي يا استاذ.